تفضل. الشيخ، زوجتي تسأل تسمع من بعض زميلاتها انه في بعض الصور لها خدام او ملائكة او من هذا القبيل، يمكن مر عليك هذا السؤال. بعض الصور ولا سور؟ لا، بعض صور من القرآن، سور. انه الصورة مثلا قل هو الله احد تكرارها كذا مرة، مثلا في لها خدام يقبأ، يعني من هذا القبيل. طيب، نشوف الصحيح. طيب، الوقت ضاق تقريبا، واخونا اشرف من السعودية يقول أن زوجته سمعت من بعض خوياتها أن بعض الصور لها خدام من الملائكة وكذا، مثل أن تقرأ قل هو الله أحد عدة مرات، فيه ملائكة تفعل كذا. لا، هذا ليس بالصحيح ولا له دليل. نعم، وهذا نوع من الافتراء على الشريعة. الصور قد يترتب عليها فضائل. نعم، فمن قرأ سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. نعم، من قرأ سورة الفاتحة حصل له الشفاء، فإنها شافية. نعم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وما دل فيها بحديث أبي سعيد ما أدرك أنها رقية. لكن هذا لا يعني أن هناك خادم من الملائكة. الله تعالى يقيض الشفاء بما شاء من الأسباب، بملك بغيره، هذا شيء يرجع إلى فعل الله تعالى وإرادته، والله يفعل ما يشاء.